تفاصيل وفاة الفنان تامر ضيائي، إن لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الأعزاء. بعد شهرين من كتابة وصيته على فيسبوك، الفنان تامر ضيائي في ذمة الله تعالى. توفي الفنان تامر ضيائي منذ قليل، حيث أعلن الخبر الفنان محمد علي رزق على حسابه بموقع فيسبوك: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صديقي وأخويا الكبير عشرة عمري تامر ضيائي في ذمة الله تعالى. الله يرحمك يا تامر ويجعلك من أهل الجنة ويعوضك عن تعبك في الدنيا، نسألكم قراءة الفاتحة والدعاء له بالرحمة. وكان الفنان تامر ضيائي قد قرر كتابة وصيته في شهر مايو الماضي على حسابه الرسمي على فيسبوك، وذلك بعد تعرضه مؤخرا لجلطة وتلقيه العلاج داخل أحد المستشفيات، قائلا: بوست وصية ده هيفضل باين على صفحتي لحد ما موت. وتابع تامر ضيائي: الحقيقة اللي كلنا عارفينها ومتأكدين منها إننا كلنا ربنا كتب لنا إننا نموت في معاد محدد غير معروف، وعلشان كده كتبت الكلام ده، لأني محتاج حاجات معينة تتعمل وحاجات خايف تتعمل، وأنا مش عايز حد يعملها لمجرد إنها معروفة، ووقتها طبعا مش هعرف أقوله لحد. صلاة الجنازة أهم من العزاء، وهي اللي كل ما العدد زاد فيها كان ثوابي أكتر، أرجوكم تصلوا عليا. مش شرط تيجي العزاء، وياريت لو اتعمل في البيت أو في مكان بسيط وبفلوسه، تطلعوا لي صدقة جارية أفضل من فضلكم. لم يثبت أو يتفق عليه عمل خاتمة قرآن للمتوفي إنها توصل له، بس مثبت أن الدعاء والصدقة بيوصلوا للميت، فرجاء دي بالذات بلاش، وادعوا لي الوقت ده اللي هتقروا فيه جزء، فضوا نفسكم وعدوا دعوا لي، وبلاش صدقة جارية تقليدية وسهلة ومش مستفاد بيها، يعني مصاحف كتير في مصر قوي وفي كل بيت، فممكن نحط فلوس في جامع بيتبني أو كرسي متحرك في مستشفى يستفاد بيها المرضى، أو دخول مياه لبيت غلابة، أو بناء سقف البيت فقراء. دي نقطة مهمة قوي ليا، محدش يقول لحد بتعيط عليه ليه، وما تعيطش عشان هو بيتعذب والكلام ده، سيبوهم يعيطوا لحد ما يطلعوا كل الشعور اللي عندهم. مفيش حاجة بتقول إن العياط معناه إن هو عدم رضا بقضاء ربنا وبيضت عيناه من الحزن فهو قزيم. أهم حاجة تاني هي الدعاء وبس والصدقة، من فضلكم تكثفوا الدعاء وقت نزول القبر، وتتصدقوا بأي حاجة بنية إن ربنا يجعل قبر روضة من رياض الجنة ويثبتني عند السؤال، لأن ده أهم وقت ليا، وياريت كمان بعد ما تدفنوني تقعدوا معايا شوية. إن لله وإنا إليه راجعون، نسأل الله العظيم أن يرحمه ويغفر له. الموت علينا كلنا حق، وإحنا كلنا أمانات ربنا هيردنا تاني. وتابع وصيته، ودي مهمة أوي أوي، عاوز الكل يسامحني على أي حاجة عملتها فيه بقصد أو بدون قصد. اللهم إن كسر موت الفجأة من حولي وكسر موت الشباب غفلة، فيا رب إن كنت القادم فأحسن خاتمتي وبشر طلوع روحي وهون علي سكرات الموت، فإني أحب أن أرحل في هدوء وسكينة وطمأنينة، ولا تقبض روحي إلا وأنت راض عني. إن لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمنا جميعا إذا صرنا إلى ما صار إليه، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. أعزائي المتابعين، بكده بنكون وصلنا لنهاية خبرنا اليوم، دمتم بأمان الله وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.